السلام عليكم شيخ. شيخ السلام على خير. شيخ من الخائن؟ ها؟ من الخائن؟ اللي ما يجي على الموعد غير. متواعد وياك أني؟ أنت متواعد يا شيخ سهود؟ أعرفك تعرفي. أنت متواعد يا شيخ؟ منو أنت حتى أتواعد وياك شيخ خالد؟ أنت متواعد يا شيخ سهود وإحنا جينا 40 واحد أنت ما جيت. منو؟ أنت أنا أعلمك الخائن منو؟ أنت متواعد وياك يا شيخ خالد؟ حج أنت متواعد وياك؟ منو أنت؟ لا تقول حجي، لا تقول حجي، ما تعرف حجي أنت زين. لا لا بعدك ما تعرفني. بعدك ما تعرفني شيخ خالد. حجي خلنا نسمع، اسمع. لا تسمع ولا شيء. لا لا خلينا. بس أنا أعلمك منو أنت ومنو أني، وأعلمك الخائن منو يا شيخ خالد. لا أقسم بالله. أبو محمد بن عبد الله هذا اللسان إذا ما يعتذر أقصه مين قصه؟ أنا أعتذر. أنا أعتذر من عندك حجي. تعذر غصبا عليك، غصبا عليك وعلى قريش كلها. حتى أنا طالع القريش وطالع لنا مانية كلها، وأرد أشوف من اللي يوقف لك، أرد أشوف من اللي يوقف لك شيخ خالد. أنا حجي محمود قل لي خائن. لأن أنت متوعدتي أنا حجي. أنا خائن ملعون، أنا خائن شيخ خالد، وحق رب العزة لا أخليك ما تندد دربك، وحق رب العزة لا أخلي قراش تندم عليك، لا أخلي برحة ولا أخلي بسارجر ولا أخلي أراد بركة ولا أخلي قريش إذا ما ألم هلم. وعرف الخائن منه يا شيخ خالد، وارد أشوف شيخ سيهود شلون يوقف وياك ويقول علي خائن، وأنا اللي خابرته واعتذرت لأن عندي لجنة ما اضطريت أجي لأن كان عندي شغل مهم للمحافظة. أنت شيخ خالد تقول علي خائن؟ أنا قلت علي ابن أبي طالب أبرأ من دين محمد، إذا ما أخليك تتقدم يا شيخ خالد أنا مو بعد والله هالبشيرت مرتي، والله يعني هالبشيرت. يعني شو تسوي لي؟ وهسه شوف شو أسوي لك، أنت تعرف أنا مسلمة إذا ما نفذ، وراح أشوف شو أسوي لك بعد. أشتكي علي غير؟ يلا أشتكي عليك، مو أنا اللي أشتكي، وكان حجي محمود آخر شيء بذراعي. لا تقول ولك، احترمني. قضيتها بذراعي شيخ خالد. لا تقول ولك، سمعت؟ شوف أقول لك، بذراعي شيخ خالد، شيخ خالد بذراعي. وراح تعرف الجايه ماشي تجيب الله عتبه وشوف قريش الله كريم يصير خير ان شاء الله الله يصير خير ان شاء الله الله كريم يصير خير ان شاء الله الله كريم انا اعلمك يا شيخ انا اعلمك